شغلك ده بيطمنك؟ انتي بتبقي مطمنه ومامتك معاكي دايما في الشغل؟ طبعا. وانا كمان، مش عشان انا كبرت يا مها يبقى مفيش حد بيكبر على الاحساس بتاع ان هو يبقى مطمن ومرتاح لما تبقى مامته جنبه. وبعدين انا ببقى محتاجاها في حاجات كتير قوي، هي اكتر واحده بتفهمني، هي اكتر واحده لما اقعد اتكلم معاها تبقى فاهمه انا بفكر ازاي، تعرف تنصحني حاجات كتير قوي زي ما انتي بتحسي بالظبط. مش عشان انا كبرت يبقى ده معناه ان انا مش عايزه ماما، لازم هفضل محتاجاها جنبي على طول. ايه اعمالك اللي جايه بعد المسلسل؟ هو لغايه دلوقتي مش اكيد يا مها، بس انا في احتمال ان انا اخش فيلم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ينجح ويكون فيلم حلو. مش هقدر اقول تفاصيل عنه دلوقتي لانه لسه مش اكيد. مفاجاه بس كل اللي بيقولي مفاجاه. كل اللي بيجي لك يقول لك مش هقدر اتكلم عشان الاسرار والمش عارف. على ماما كل سنه وانت طيبه، وانا مبسوطه ان انت جيتي النهارده. يا ماهي طيب. انا كمان اتبسطت قوي ان انا كنت موجوده معاكي النهارده يا مها، ويا رب يكون المشاهدين كمان اتبسطوا، وان شاء الله نتقابل تاني ونتقابل انا وانتي بقى نمثل بقى مسرحيه مع بعض ولا فيلم ولا مسلسل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نقول باي باي. باي باي، ميعادنا بكره. ها.